لبنان مش مشكلته بتاتا رئيس الجمهورية، مرقنا منذ 1975 حتى اليوم بأكثر بعتقد من 8 رؤساء للجمهورية، وكان لدينا رئيس حتى من 7 أشهر. ماذا حصل؟ حصل أن الأزمة تفاقمت وأصبحت أكثر تعقيدا، وكل مرة نخلق مشكلة ونحاول أن نعتبر ونقول أن حل هذه المشكلة هو حل للأزمة اللبنانية. صلب المشكلة ليس انتخاب رئيس، قلت لك فقط المشكلة اليوم هي أننا نريد كسر قرار حزب الله بفرض رئيس للجمهورية كما حصل في 2016. في اقول لك شغله، ما دام نكون واقعيه، افترضنا بكره الاربع جهات الصغار جاب 70 صوت بالدوره الاولى، 70. طيب ممكن يوصل رئيس للجمهوريه برايك؟ يعني اكيد الفريق الثاني راح يعطل له، راح ينسحب من الدوره الثانيه، ما راح يامن النصاب، ما راح يوصل هذا الرئيس الجمهوريه. ونفس الشيء هالمعادله كانت موجوده من الطرف اللي بضم السياديين، انه اذا سليمان فرنجي جاب 65 صوت نحن حكما رح نعطل الدورة الثانية، ما رح نوصله وما رح نأمن له نصاب. يعني هي مش قصة انه انا زدت رقم عدد نايب او اثنين بالزايد او بالناقص، عم نحكي نحن شايفين بالنسبة لنا وفق قناعاتنا ان هذه الاستفافات الموجودة هلا حاليا هيدي ما رح تودي لمحل. بالصراحة المطلوب ان نخوض المعركة الانتخابية لوصول رئيس خارج هذا الفريق حتى نعيد إنتاج الواقع اللبناني كما يجب أن ينتج. حزب الله قوي لكنه لم يستطع أن ينسجم بعلاقاته مع كافة المكونات اللبنانية. نعيم قاسم منذ أيام هدد بأن هناك من يحاول عزل حزب الله، حزب الله هو عزل نفسه. هناك أمور إقليمية نتجاهلها ولازلنا نتجاهلها. صحيح حزب الله قوي لكنه غير قادر على الإدارة. صحيح حزب الله قوي لكنه بحضوره القوي يمنع إنتاج الغاز والنفط من البحر المتوسط والذي أوروبا بحاجة إليه بقوة. حزب الله قوي لكنه لم يستطع أن ينسجم بعلاقاته مع كافة المكونات اللبنانية. نعيم قاسم منذ أيام هدد بأن هناك من يحاول عزل حزب الله، حزب الله هو عزل نفسه. عندما عاد الطائفة السنية بقتل رفيق الحريري وهو مدان بحكم محكمة دولية، عندما أساء لعلاقاته أو فصل علاقاته مع جبران باسيل، وعندما استعدى القوات اللبنانية، وعندما هاجم وليد جنبلاط، من بقي من المكونات اللبنانية؟ إذن هو عزل نفسه عن باقي المكونات. الحل اللبناني يكمن في سلطة قادرة على تغيير هذا الواقع الفوضوي. هذه المناورات التي أقيمت في جنوب لبنان، وهذا الاستعراض المسلح الذي أقوم في مدينة صيدا، ومن ثم استعراضات أخرى في البقاع، كل هذه تؤكد أن لبنان خارج السلطة الرسمية، خارج الضبط الأمني وزائد عمليات الخطف. فإذا من نزال يراهن على أن هذا الفريق مستعد أن يكون لاعبا سياسيا وعاملا إيجابيا في الوضع الاقتصادي هو مخطئ. اليوم في تطور لافت، فقط للتأكيد على أن اللقاء الخماسي مع تغيير الوسيط الفرنسي يدل على تراجع فرنسي، مما يعني أن هناك تناغما أكثر في اجتماع الخماسي. حزب الله يدرك أنه لا يستطيع أن يفرض رئيسا دون رعاية مالية، لأن لبنان بحاجة لرعاية مالية، نحن في حالة انهيار. الكلام الذي تسرب هو أن جوزيف عون في حالة كان رئيسا هناك رعاية دولية ورعاية إقليمية ودعم مالي للنهوض بلبنان من هذه الكبوة أو هذه حالة الانهيار التي هو فيها. حزب الله يدرك أن أي دعم للبنان سيكون على حسابه، لأن نظام ناجح معناها أن هناك فريق فاشل وهذا لا يستطيع أن يتحمله.